بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي مع مادة اللغة العربية فرع النحو. النهاردة معانا درس جميل جدا وسهل، درس الحال. طبعا يا ولاد، قبل ما نبدأ عايزين نعرف ما معنى الحال، أو إمتى أعرب الكلمة حال. بيقولك الحال هو اسم، يبقى مبدئيا كده مش فعل خالص، مش هستخرج فعل. ونكرة، سبق وشرحنا يعني ايه نكرة. نكرة طبعا يعني الكلمة بدون ألف ولام، ما فيهاش تعريف. ومنصوب، يبقى من علامات الحال ان هو هيكون اسم، وان هو هيكون نكرة ما فيهوش ألف ولام، وان هو هيبقى منصوب. فدي حاجات أساسية جدا في الحال. والحال بيبين هيئة وشكل صاحبه عند حدوث الفعل. طبعا التعريف ده هيبان معانا ان شاء الله من خلال الشرح الامثلة. صاحب الحالة ولاد بيكون معرفة، يبقى انا كده القاعدة في دماغي ان هو بيكون معرفة زائد نكرة. ده عكس القاعدة بتاعت المضاف اليه، لو تتذكر المضاف اليه كان نكرة زائد معرفة، نهر النيل نهر نكرة والنيل معرفة، النيل كان مضاف اليه. القاعدة بتاعت الحال العكس بقى، معرفة زائد نكرة. صاحب الحال، ركز معايا دلوقتي في اللي انا بقرأه معاك، صاحب الحال لابد ان يكون معرفة، وقد يكون فاعلا او مفعول به. طب انت بقى لو مركز، الحال هيجي في الجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية؟ رد عليا باللي انا قلته ده، هيجي في الجملة الفعلية طبعا، لان انا بقول لك صاحب الحال بيكون فاعل او مفعول به، يبقى انا اكيد بتكلم ان الحال هيأتي في جملة ايه؟ في جملة فعلية. طيب تعالى نطبق الشرح ده على أمثلة، إن هو مش هينفع نقعد نتكلم على تعريفات بدون أمثلة. ناخد معاكو أول مثال. المثال بيقول لي جاء القائد منتصرا. الجملة اسمية ولا فعلية؟ طبعا زي ما انت قلت، برافو عليك، جملة فعلية. الجملة الفعلية، يا ريت اللي قاعد يرد ويتجاوب معايا. الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين، ايه هما؟ ايوه، الفعل والفاعل. طيب جاء فعل والقائد ايه؟ فاعل. ما ينفعش اقول منتصرا مفعول به، لا طبعا. هنا منتصرا هو درسنا النهارده، منتصرا اعرابها حال، لان انا لو سألت كيف جاء القائد وكيف كان حاله عندما جاء، الاجابه منتصرا. يبقى حال القائد عندما جاء منتصرا، يبقى كلمه منتصرا اعرابها حال مش مفعول به. طيب والحال ماله؟ انا قلت لك ان الحال بيكون منصوب، وواضح جدا اهو ان القاعده اللي انا قلتها طلعت صحيحه، ان الحال بيكون اسم وبيكون نكره ما فيهاش الف ولام وبيكون منصوب. القاعده لازم تطبقها كل مره وتتاكد ان هو اسم وان هو نكره وان هو ايه؟ منصوب. طيب فين صاحب الحال؟ مين هو اللي منتصر؟ القائد. طيب هسالك سؤال، صاحب الحال هنا اللي هو القائد، اعرابه ايه؟ اعرابه فاعل. يبقى كده واحدة واحدة مع بعض، في فرق بين ان انا استخرج وان انا اعرب. القائد هو صاحب الحال، بس مش اعرابه صاحب حال طبعا، هو اعرابه فاعل مرفوع بالضمة زي ما انت عارف من سنة رابعة ابتدائي. جاء فعل ماض والقائد فاعل مرفوع بالضمة ومنتصرا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وزي ما انا قلت لك الحال بيكون نكرة واللي قبليه بيكون معرفة. ولو تتذكر انا قلت الكلام ده في بداية ايه شرحي. تعال نشوف مثال تاني، ومن خلال الامثلة هتبدأ القاعدة تتضح في دماغك اكثر. المثال التاني بيقول عاد الوالد من العمل متعبا. عاد الوالد من العمل متعبا، الجملة دي جملة ايه؟ جملة فعلية، ان هي بدأت بفعل ماض. جميل، عاد الوالد، فالوالد عندي هنا هو الفاعل. تعالوا كده مع بعض ندور على درسنا النهاردة، هو الحال. فين هو الحال؟ هو متعبا. جميل، تعالوا نطبق مع بعض اللي احنا اتفقنا عليه، ان هو يكون اسم وان هو يكون نكره وان هو يكون منصوب. متعبا فعلا اسم، ونكره ما فيهاش الف ولام، ومنصوب اذا متعبا دي هي ايه؟ الحال. يبقى هنا حال منصوبه وعلامه نصبها ايه؟ الفتحه. طيب مين هو، او مين هو اللي عاد من العمل متعبا ده؟ مين صاحب الحال؟ احنا بنتكلم عن مين هنا؟
الوالد، فالوالد عندي هنا هو ايه؟ صاحب الحال. طب اعرابه ايه بقى؟ احنا استخرجناه ان هو صاحب الحال، ولكن هنعربه ان هو فاعل. جميل. طيب انا عايز اتاكد اكتر من الحال دي ان انا طلعتها صح ولا لا. هاجي كده على اول الجمله وهسال بكيف. كيف عاد الوالد من العمل؟ هقول عاد الوالد من العمل متعبا، فمتعبا دي عندي هتبقى هي الحال، فالحال بسال عنها بسؤال كيف، بقف على راس الجمله كده وبسال بسؤال كيف، والاجابه بتطلع لي اسم نكره منصوب، هي دي بتبقى الحال. متعبا حال. تعالوا نشوف المثال التالي يا ولاد. أقبلت العاملات نشيطات. طيب دلوقتي واضح طبعا إن الحال زي ما قلت لك إعرابه إن هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ ها، منصوب. يبقى واضح إن إحنا دلوقتي لازم نتذكر معا علامات النصب. الكلمة بتكون منصوبة بالفتحة لو هي مفرد أو جمع تكسير. طب حاول تتذكر معايا كده، الجمع المؤنث كان منصوب وعلامة نصبه إيه؟ هل الفتحة؟ لا طبعا، جمع مؤنث كان منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الكسرة، صح. كانت الكسرة دي نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب تعال نشوف المثال اللي عندي. أقبلت العاملات نشيطات. أين الحال؟ كلمة ايه؟ نشيطات. طيب وأين صاحب الحال؟ العاملات. تمام، يبقى الحال لو قال لي في استخرج من الفكرة السابقة حال واذكر صاحب الحال، هقول له الحال كلمة نشيطات وصاحب الحال كلمة العاملات. طب افرض قال لي اعرب، حارب العاملات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ونشيطات حال منصوب، ممكن تقول منصوب او منصوبة مش مشكلة خالص، حال منصوب وعلامة نصبه، خلي بالك بقى منصوب علامة نصبه الكسرة لان ده جمع مؤنث سالم، لان هو جمع مؤنث ايه؟ سالم. ننتقل للمثال التالي. مثال بعد كده عندي بيقول تصافح اللاعبان متحابين. تصافح اللاعبان متحابين، طبعا هي زي ما قلنا جملة فعلية عايزين نطلع فيها الحال، اي تصافح ادي الفعل واللاعبان ادي عندي الفاعل. اه متحابين ما ينفعش تبقى مفعول به، متحابين هنا اقول عليها حال اسم ونكرة ومنصوب. وجينا سألنا سؤال كيف في الاول قلنا كيف تصافح اللاعبان، فطلعت لي الكلمة الاجابة اللي هي متحابين، فمتحابين دي عندي هنا هي الحال. طيب هنا مس في محطوط كسرة، الكسرة دي ملهاش اي علاقة، دي ليها النون المثنى دائما مكسورة ملهاش علاقة، احنا عندنا الحال دائما ايه؟ منصوبة او منصوب. فهنقول هنا ان متحابين دي حال منصوب وعلامة نصبه ايه؟ نقف كده شوية، الياء، لانه ايه؟ مثنى. احنا عارفين طبعا ان هي دائما منصوبة. طيب فين عندي هنا صاحب الحال؟ صاحب الحال هنا اللاعبان، هم دول اللي تصافحوا ايه؟ متحابين. وطبعا احنا عارفين هي ان اللاعبان ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه برضو مثنى، وده عندي صاحب الحال، ومتحابين هتبقى هي الحال. المثال التالي يا أولاد. يقف المصلون خاشعين. حاطط فتحة أنا ليه يا أولاد؟ عشان أثبت لك إن ده إيه؟ جمع مذكر سالم، لأن الجمع المذكر النون بتاعته بتبقى عليها فتحة، وطبعا دي ملهاش علاقة بالإعراب. طيب عايزين نستخرج الحال، قلت لك هتبحث عن كلمة نكرة وتكون منصوبة، وطبعا بلا نقاش الحال بنسأل عنه بكيف، لازم طبعا نسأل بكيف. كيف يقف المصلون؟ الإجابة إيه؟ خاشعين. هي خاشعين دي حال منصوب وعلامة نصب. استنى بقى كده، الكلمة دي نوعها إيه؟ من حيث العدد طبعا جمع مذكر، يبقى منصوبة بالياء لأن هو جمع مذكر إيه؟ سالم. قبل ما نمشي عايزين نستخرج صاحب الحال. صاحب الحال هنا كلمة الإيه؟ المصلون، هم المصلون. كيف كان حالهم عندما كانوا يقفون؟ كانوا خاشعين. فالمصلون هي صاحب الايه؟ الحال، وهنا اعرابها ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. لو تلاحظ كل الامثلة دي بالصدفة طبعا كان صاحب الحال فيها فاعل. طيب تعالوا بقى نشوف مثال تاني. المثال بيقول شاهدت اللاعبين مسرعين. شاهدت اللاعبين مسرعين، فين عندي الحال؟ احنا شاطرين بقى عارفين نطلعه. الحال عندي هنا هو مسرعين، طبعا دي حال منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الياء. جميل، لانه جمع مذكر سالم. طيب فين عندي هنا بقى صاحب الحال؟ اللاعبين. جميل، صاحب الحال. طيب ممتاز، عندي هنا صاحب الحال بقى جه عندي هنا مفعول به. احنا قلنا صاحب الحال يا اما يجي فاعل يا اما يجي مفعول به. نعرف كده مع بعض الجمله من الاول. شاهدت، ادي شاهد فعل ماضي، والتاء الفاعل، واللاعبين هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ ابص كده شوية، منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. الفتحة اللي محطوطة دي بتاعت جمع المذكر السالم، نون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة ملهاش علاقة خالص بالاعراب. وصاحب الحال عندي طبعا اللي هو ايه؟ مسرعين. والحال عفوا مسرعين.
يبقى لاحظنا يا جماعة في آخر مثال ده إن ممكن صاحب الحال يجي إيه؟ فاعل أو مفعول به، مش مشكلة. وإحنا قلنا الكلام ده في الأول خالص إن صاحب الحال قد يأتي فاعلا أو قد يأتي مفعول به، زي المثال اللي أنت شايفه دلوقتي حالا ده. طيب عايزين بقى نستنتج القاعدة من خلال الأمثلة اللي أنت شفتها دي. إعراب الحال، الحال بقى مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ طبعا منصوب على طول بلا نقاش. طب بالتالي عايزين نتذكر علامات النصب. منصوب وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة. طب الفتحة مع أنهي حالة؟ قول كده، منصوب علامة نصبه الفتحة لو كان مفرد أو جمع تكسير. برافو عليك. ممكن يكون منصوب وعلامة نصبه العلامة التانية ايه؟ الكسرة. لو جالي ايه؟ جمع مؤنث سالم، هو الوحيد اللي منصوب بالكسرة الجمع المؤنث السالم. احنا عارفين طبعا ان الجمع المؤنث منصوب بالكسرة. اخر حاجة منصوب بالياء لو مثنى وجمع مذكر سالم. ده كده كان ملخص القاعدة، ملخص القاعدة اللي احنا استنتجناه منين؟ من الأمثلة، وطبعا لازم نحفظها كويس جدا. تعال نشوف مع بعض كده ايه بعض الملاحظات على الدرس ده. بيقول لي ان صاحب الحال ده زي ما احنا عرفنا ممكن يجي فاعل، ممكن يجي مفعولا به. ايوه فعلا احنا شفنا كده في الامثله. في حاجه بقى كمان جميله، ان هو ممكن يجي فاعل ومفعول به الاثنين مع بعض، يعني اتنين مع بعض يتوصفوا بحال واحده. طب مثال بقى عشان نوضح الكلام ده، بيقول لي صافح اللاعب منافسه متحابين. صافح اللاعب منافسه متحابين. صافح دي هنا فعل ماضي، واللاعب الفاعل، ومنافسه المفعول به. طب متحابين دي حال. طب دي حال مين بالظبط يا ميس؟ هل الفاعل ولا المفعول به؟ دي حالهم هما الاثنين. الحال دي متحابين دي بتوصف حالهم هما الاثنين، بتوصف اللاعب وبتوصف منافسه ان هما كانوا متحابين. فمتحابين بتيجي جت هنا حال للفاعل وللمفعول به. برضو يا جماعة ملحوظة كده ان صاحب الحال زي ما قلنا ان هو قد يأتي فاعل او مفعول به، واحنا عارفين طبعا ان قد يكون صاحب الحال ظاهر زي المثال اللي عندي ده، لعب الولد فرحا. كيف كان حال الولد عندما كان يلعب؟ كان فرحا ومسرورا. فهنا صاحب الحال ظاهر قدام عين، لو استخرجته في القطعة يبقى سهل جدا. وقد يأتي ضمير متصل، وده لو جه في القطعة بيكون صعب ان انت تستخرجه شوية، فلازم تركز فيه قوي. المثال بيقولك اللاعبون سافروا سعداء. طيب احنا قلنا هنسأل بكيف، كيف كان حال اللاعبون الذين سافروا؟ كان حالهم ايه؟ سعداء. طيب هسألك سؤال بقى، مين صاحب الحال؟ طبعا انت واخد بالك ان سعداء عليها فتحتين لان هو حال منصوب، ومش هينفع احط الف همزه الف تاني، مش هينفع احط بعد الهمزه الف. دي قاعده املائيه معروفه. نرجع تاني اللي انا بسال فيه، مين اللي كانوا سعداء؟ ما تقوليش اللاعبون. ليه مش هينفع تطلع لي صاحب الحال اللاعبون؟ لان اللاعبون هنا اعرابها مبتدا، وانا شرطت عليك وقلت لك ان صاحب الحال بيبقى يا فاعل يا مفعول به. فانت لو في الامتحان قلت لك استخرج الحال وصاحبه، فقلت لي ان الحال سعداء وصاحبه اللاعبون، غلط. هو بالنسبه لك انت شايف ان اللي سعداء اللاعبون، بس انا ما قلتلكش ان صاحب الحال بيجي مبتدا، انا قلت لك ان هو بيجي فاعل او مفعول به. طيب فكر تاني معايا كده، هنطلع فين صاحب الحال المره دي؟ اقول لك انا بقى، صاحب الحال هنا هيكون واو الجماعه، سافروا سعداء. واو الجماعه هنا دي هتعتبر اعرابها ايه؟ في محل ايه؟ برافو، في محل رافع فاعل، هي اللي حلت محل الفاعل. يبقى اذا هنا لما هطلع صاحب الحال هقول له واو الجماعه في كلمه سافر، اللي هيطلع اللاعبون غلط، لان انا شرطت عليك وقلت لك ان صاحب الحال بيبقى اعرابه فاعل او مفعول، ما ينفعش طلع اللاعبون. هنا صاحب الحال الضمير اللي هو المتصل اللي هو ايه؟ سافر. قد يكون ايضا ضمير مستتر زي القطار جاء مسرعا، فهنا الضمير المستتر جاء هو مسرعا عائدا على الايه؟ على القطار. في بقى عندي كلمات كده اول ما اشوفها اعربها حال على طول على طول. زي ايه الكلمات دي؟ اول ما اشوفها في الجملة يبقى الكلمة دي معروفة ان هي تعرب حال، زي كلمة جميعا، معا، وسويا. ايوه اول ما اشوف جميعا اعربها حال، ايوه فعلا، ومعا اول ما اشوفها برضو في الجملة اعربها حال. وحده او وحيدا، جلس الطالب وحيدا مثلا، فوحيدا اول ما اشوفها اعربها حال. اولا، ثانيا، وكلمه قاطبه، وكلمه وسياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وصحيا. كل الكلمات دي وكلمات غيرها كتير جدا اول ما اشوفها في الجمله هعربها على طول حال. تعال نشوف مع بعض بقى كده التدريبات على درس الحال. بيقول لي اول سؤال، عين الحال في الجمله الاتيه واضبطه بالشكل. وقف الحارس منتبها.
عايزاك تقرأ الجملة وتقول لي فين الحال هنا، فين الحال هنا؟ الحال يا ميس كلمة منتبها، لأن أنا طبقت اللي احنا اتعلمناه بقى. سألت بكيف، أول حاجة في الحال هسأل بكيف، كيف وقف الحارس وكيف كان حاله كان منتبها، فهو ده الحال اللي أنا عينته واضبطه بالشكل. يبقى هو طالب مني ان انا احط التشكيل بقى ضمه ولا فتحه ولا كسره؟ لا، هو الحال منصوب، يبقى احط فتحتين على حرف الهاء مش حرف الالف. شوف كده مع بعض. الجملة اللي بعديها بيقول لي أقبلت التلميذات نشيطات، عايزني أطلع الحال في الجملة دي وكمان أضبطه بالشكل، يا ترى فين الحال هنا؟ هنفكر يا ميس في اللي احنا الشروط اللي قلنا عليها. اول حاجه بندور على كلمه نكره وبتبين حال صاحب الحال، فهنسأل بكيف بقى. طبعا لازم نسأل في الحال بكيف. كيف أقبلت التلميذات؟ الإجابة نشيطات، فكلمة نشيطات بينت حال هؤلاء التلميذات. ولما هنضبطها ميس، هو الجمع المؤنث منصوب بالكسرة والكلمة دي نكرة، فيبقى هنحط التشكيل مرتين، هتبقى نشيطات، يبقى نشيطات حال منصوب طبعا بالكسرة، وهو قال لي اضبط بالشكل، يبقى هحط كسرتين لأن هو النكرة بتنون. طيب الجملة اللي بعد كده بتقول لي جاء الطبيبين مسرعين، جاء الطبيبين مسرعين، فين هنا يا ترى الحال؟ الحال كلمة مسرعين، اهو واضح ان هو ان هي نكرة ومنصوبة، واللي قبلها صاحب الحال معرفة كما ذكرت القاعدة، يبقى كلمة مسرعين حال منصوبة علامة نصبه الياء لأنه مثنى. طبعا حطينا كسرة لأن احنا عارفين ان النون المثنى مكسورة، عشان نفرق هي مسرعين جمع ولا مسرعين مثنى بنحط الكسرة دي عشان نثبت ان هي مثنى، لأن النون المثنى مكسورة. تعالوا نشوف يا جماعة السؤال اللي جاي ده، سؤال طبعا محتاج تفكير ومحتاج طالب عارف الفرق بين درس النعت والحال. اجعل النعت حالا في الجملة الآتية. الجملة بتقول لي رأى أحمد السيارة السريعة. تعالى نشوف بقى إزاي السؤال ده ممكن يتحل. احنا هنا الاول كده زي ما احنا عارفين في درس النعت، عايزاك كده تطلع لي فين النعت هنا. احنا قلنا النعت ده معناه ان هي ايه، صفة وبتتبع المنعوت، بتبقى شبهه في التعريف والتنكير والافراد وكل حاجة. فهنا فين النعت هنا في الجملة دي؟ النعت هنا كلمة السريعة، فالسريعة عندي هنا هي النعت او الصفة اللي بتوصف السيارة ان هي سريعة. طيب هو عندي بيقول لي ان هو عايز يجعل النعت حال، عايز يخلي النعت هنا حال، هعمل ايه بقى عشان اخلي النعت حال؟ اول حاجه ان انا اخرج النعت زي ما انا خرجته كده، اللي هي كلمه ايه، السريعه، خرجتها خلاص وعرفت ان دي النعت. طيب عايز اخليها حال بقى، احنا الحال عندنا بتبقى ايه زي ما احنا اتفقنا ان هي بتبقى اسم. جميل، ايوه قولي تاني حاجه. بتبقى نكره. جميل، ازاي بقى بتبقى نكره؟ ما فيهاش الف ولام. هنا في الف ولام، ينفع اخليها كده؟ لا ما ينفعش، هشيل منها الالف واللام. طيب ايه كمان بتبقى؟ ايه كمان الحال؟ بتبقى منصوبة، دائما منصوبة. هنا النعت بيتبع المنعوت في الاعراب، لكن الحال بتبقى دائما منصوبة. فانا اول حاجة هطلع النعت، هشيل منه الالف واللام لو في الف ولام، وهخليه منصوب. اهو بص الاجابة على هذا السؤال، نتبع الخطوات الاتية. اول حاجة هحدد النعت في الجملة كلمات السريعة، هخلي النعت ده نكرة منصوبة، يعني هشيل منها الالف ولام وهحط لها تنوين، فهتبقى سريعة. الجملة على بعضها تبقى رأى احمد السيارة سريعة، فسريعة دي هتبقى حال. المثال التالي يقول آكل الفاكهة الناضجة. هنا برضو بيقول لي حول النعت لحال. تعالوا نشوف هنحل السؤال ده ازاي. طبعا زي اللي فوق بالظبط، الناضجة هحدد النعت هي كلمة الناضجة وهخليها نكرة منصوبة. خليها ايه؟ نكرة منصوبة. يعني ايه نكرة منصوبة؟ يعني هشيل الف واللام وهحط تنوين، فهتبقى ناضجة، فهتبقى آكل فاكهة ناضجة، فناضجة هنا هي حال. ننتقل يا جماعة لآخر جزء في درسنا النهاردة، سؤال المتفوقين. حول النعت إلى حال وغير ما يلزم في الجملة. السؤال: خرج التلاميذ النشيطون إلى مدارسهم. الطلبة حبايبنا اللي بيتابعونا المتفوقين، هننتظر إجاباتكم إن شاء الله في نهاية الدرس. أرجو أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.